أعلنت سلطات دونيتسك الموالية لموسكو أن الوحدات الروسية باتت تطوق باخموت بشكل شبه كامل. هذا وأفادت وكالة سبوتنيك بأن مقاتلي مجموعة فاغنر سيطروا تماما على مصنع باخموت لتشغيل المعادن، في حين أكدت مصادر أخرى أن القوات الروسية حققت تقدما بمحيط أفدييفكا في دونيتسك. بدوره أكد قائد القوات البرية الأوكرانية أن بلاده تسعى إلى استنزاف القوات الروسية التي تحاول منذ أشهر السيطرة على مدينة باخموت. نتابع. У нас є чого ми прагнемо, а прагнемо ми до виходу на кордон України. Ми прагнемо того, щоб розбити ворога, щоб він здох здесь, під Бахмутом, на інших ділянках. Ну і головне, щоб ви і надалі так зразково виконували свої завдання, а головне, щоб ви після їх виконання повертались до своїх підрозділів живими і ушкодженими. في الأثناء نشر وزير الدفاع الأوكراني لقطات لما قال إنها دبابات قتال بريطانية من طراز تشالنجر 2 والتي أشار لوصولها مؤخرا إلى بلاده ودخولها قريبا الخدمة القتالية. نتابع. بإشراف مدربين أجانب وفي منطقة غير معلنة في إقليم دونيتسك، يواصل أكثر من 100 مجند أوكراني تلقي التدريبات على استخدام الأسلحة وإلقاء القنابل ومباغتة مواقع العدو. نتابع. дуже добре. Багато чого вчишся. Особливо від західних цих інструкторів, вони показують нам, як в світі має світова армія, як вона себе поводить на нашій території. О. Ну, наші інструктора, вони то дуже досвідчені, бо інструктора бойові. Вони показують те, що сам би, я кажу, не додумався, не доїхав би своєю головою до того. Багато-багато чого усваєш нового. Ще треба вчитися і подучитися. Да, підучимося і буду, ну, на 50% десь, може, вже готовий. Ну, треба ще трішки подучитися. تأمل واشنطن وحلفاؤها الغربيون في أن يؤدي الهجوم الأوكراني المضاد المدعوم بالدبابات الغربية والأسلحة الجديدة إلى أحداث فجوة في سيطرة روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال فصل الربيع. هذا أبرز ما جاء في تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال حول هذا الموضوع. نتابع. اعتبرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الهجوم الأوكراني المضاد سيمنح من الناحية النظرية قوات أوكرانيا ميزة في ساحة المعركة قد تدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى محادثات سلام. ووفقا للصحيفة الأمريكية، يرجح العديد من المسؤولين أن تكون هناك حرب استنزاف تستمر حتى يهزم أحد الأطراف أو يستنفد، لدرجة أنه يدعو إلى التوقف دون تحقيق أهدافه النهائية. ويقر العديد من الدبلوماسيين بأن مثل هذه النتيجة يمكن التوصل لها بعد سنوات وليس أشهر، ولكن حتى ذلك الحين فإنه لا يوجد إجماع واضح حول ما يجب فعله حيال بوتين في حالة انتصار أوكرانيا. وبحسب ما نقلته وول ستريت جورنال عن دبلوماسيين غربيين لم تكشف هوياتهم، فإن هناك من يشير إلى وجود عائق رئيسي واحد، وهو أن زيلينسكي وبوتين يخوضان صراعا وجوديا من أجل مستقبل بلديهما، وما زال كل منهما يعتقد أنه قادر على الفوز. أشارت الصحيفة إلى أن بوتين يعتقد أنه يستطيع الانتظار حتى انتهاء العزم الغربي، ولذا فإنه ليس هناك دافعا للتفاوض. وقد يشجع احتمال حدوث تغيير في الإدارة الأمريكية عام 2024، إضافة إلى أن بوتين واجه ردة فعل قليلة في الداخل حتى الآن، وأن الاقتصاد الروسي لم يتأثر بالطريقة المتوقعة. وتختتم وول ستريت جورنال تقريرها بالقول أنه حتى بعد تزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة، فإنه من غير المرجح أن تكتسب القوات الأوكرانية الميزة الحاسمة في ساحة المعركة التي تجعلها في وضع يسمح لها بالمطالبة بإعادة كل الأراضي وفقا للدبلوماسيين الذين تحدثوا إلى الصحيفة. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمواكبة آخر التطورات والأحداث السياسية. معي أنا دينا فياض.